في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سلام ذو الإيمان. عباد الله، أن الله جل جلاله قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تدخل كل مرضعة أما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول كل ملك مقرب ونبي مرسل، يوم القيامة: يا ربنا نفسي نفسي. ويقول آدم صفي الله: يا ربنا نفسي نفسي. ويقول نوح نجي الله: يا ربنا نفسي نفسي. ويقول يوسف صديق الله: يا ربنا نفسي نفسي. ويقول سليمان صاحب المملكة: يا ربنا نفسي نفسي. ويقول يونس صاحب الحوت: يا ربنا نفسي نفسي. ويقول إسماعيل ذبيح الله: يا ربنا نفسي نفسي. ويقول إبراهيم خليل الله: يا ربنا نفسي نفسي. ويقول موسى كليم الله: يا
يا ربنا نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله، يا ربنا نفسي نفسي، ويقول سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد يوم القيامة، يا ربنا أمتي أمتي، يا ربنا أمتي أمتي، ويقول الجليل الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فعباد الله، علينا أن نستعد ليوم القيامة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وشرح صدور المؤمنين بكثرة أذكار لا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في العشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، هو سلسبيل ونهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق، أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي، أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله،
وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون سفي سيدي كان ديسة كان سب کندھے سے کندھا ملا لے مل مل کر کھڑے رہے اللہ سب کے دلوں کو ملائے اقامت شروع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. تلو شريف بني. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد
لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فاللهم إنا نسألك يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ فی الحال عالمین ہم نے آنکھوں سے، کانوں سے، زبانوں سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، اللہ خصوصاً آنکھوں سے اور زبانوں سے بہت گناہ کیے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو کریموں کا کریم ہے. اللہ اتنے حالات پر بھی اللہ تو کبھی بھوکا نہیں سلاتا، کبھی پیاسا نہیں تڑپاتا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینتا. اللہ اللہ تو اللہ ہے جو سب کو دیتا ہے. فی الحال عالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اس وقت جو بیماری پھیلی ہوئی ہے جگہ جگہ، موقع موقع پر لوگ پریشان ہیں، ملکوں ملکوں میں پریشان ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما دے. اللہ سب کو امان عطا فرما دے، پورے ہندوستان میں چین سکون امان عطا فرما دے. فی الحال عالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو مرحومین مرحومات ہیں ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. فی الحال عالمین اخلاص کامل عطا فرما، ایمان